طيب قبل ما اقول لكم الجدول خليني ولا اقول لكم الجدول الاول وبعدين اقول لكم بقى استعرض لكم برضو بالاهداف الاربع ماتشات اللي احنا لعبناهم حتى الان. ماتش الجمعه ده الماتش الخامس امام انجولا، وبعدين يوم الثلاث الماتش السادس والاخير. قلت لكم امبارح وبكررها النهارده على مسؤوليتي الشخصيه 1000000% ما ينقصوش واحد، نحن ذاهبون الى المباراتين الفاصلتين بعد القرعه الشهيره. ترتيب المجموعه، منتخب مصر في الصداره برصيد 10 نقاط بعد فوزنا ذهابا وعوده على المنتخب الليبي الشقيق. ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ثم خارج المنافسه ولا يوجد لهما اي امل. جابون في المركز الثالث 4 نقاط، انجولا في المركز الاخير 3 نقاط. ليه ما عندهمش امل؟ لانه حتى لو الجابون اللي هي عندها 4 نقط كسبت الست نقط هتبقى زي مصر 10، حتى لو احنا خسرنا الماتشين، بس طبعا احنا كسبناهم صحيح بس ما نخسرش بقى منهم عشان هنخش في حزبه بيرما يعني، لكن في النهايه احنا تعادلنا طبعا في الماتش الاولاني 1-1 لو تفتكروا يعني. فان شاء الله ما يعني اللي انا قلته ده ما يبقاش موجود، لكن بنسبه 99% الاثنين ما عندهمش اي امل في هذه البطوله. مصر 10 نقاط، لو حصل ان احنا اتعادلنا وليبيا اتعادلت مع الجابون شكرا خلاص احنا كده وصلنا. ليه؟ لان احنا هنبقى 11 نقطة وليبيا 7 نقط، 7 من 11 4، وفضل لنا ماتش، هما فضل لهم ماتش كبير وبثلاث نقط لو احنا اتغلبنا. اذا لو احنا اتعادلنا وهم اتعادلوا احنا وصلنا، لو احنا كسبنا وهم كسبوا احنا وصلنا. مش هقول اي افتراض ثالث لانه مش هيحصل. وخلي بالك في الاول وفي الاخر الماتش الاخير عندنا على ملعبنا الساعه 3 الظهر كده، نتروق كده مع الجابون في استاد الجيش في برج العرب، وبقول لكم نكسبه 3 4 5 مستريح، وهعيد لكم اللي انا قلته دلوقتي بعد ان شاء الله الماتشين القادمين.